وشلونك طال عمرك؟ عساك طال عمرك. انا طال عمرك قبل لا اطلب منك ابي اتكلم معك طال عمرك عن تجربتك في احد المسابقات الشعريه في دوله الامارات الشقيقه، شاعر المليون. كيف تشوف التجربه؟ وهل عبد الهادي قبل المشاركه يشوف شعريته مثله بعد المشاركه ولا اضافت لك؟ والله شوف، شاعر المليون برنامج من البرامج الشعرية اللي لها قيمته وإضافة للشاعر. الحمد لله توفقنا بالقبول إن شاء الله عند الرجال اللي مثل الحاضرين، ونافسنا الرجال اللي لهم مكانتهم بين الرجال. سلام. وأكيد إضافة، شاعر مليون إضافة. هي هو شاعر مليون ولا غيره، أي تجربة يعني مثل الشباب الحين تجربتهم كل يحتكون من كل بلد. صحيح. وكل ياخذ ثقافات من قبيله الثانيه. نعم. شاعر المليون لقينا من كل الدول العربيه، فاستفدنا اشياء واجد، اكيد ما طلعنا الا فايده. يا سلام يا سلام يا عبد الهادي. عبد الهادي، قصيدتك اللي قلتها انا اذكر حتى منها اللي فيها حمر، او اتوقع انا اول قصيده لك في 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 البرنامج كانت ايام التصفيات. الله حافظها. الله الله مكانك حافظها ولا موجود؟ اسلم. طبعا هي شاركت بها في البدايه، والقيت منها ابيات في المسرح. اي تالي اسلم في نهايه البرنامج يقول اللي طلبها كحيلان. اي عرفت كلام قبل ما تطلبها. يقول بين الحنايا هب للشوق نشناس، تهيض المشتاق نسمه براده، الله يزين اول لقاء واول احساس اللي مع مرور الايام عاده، ويلي على اللي خلت افراحي اتعاس، زين وحسن منطق وذوق وركاده، الوجه طلت بدر والنجل نعاس، وهدابها ليل اللي تيه سواده، والخصر ملقى الكف بالكف بقياس، من شاف زمتها تقطع فواده، لا لبسه تزهد لبس صار أجمل الباس، لها على البيض بغنجها سيادة، مهيب في حاجة العقد من الماس، يبرق معنقها بليا إقلادة، لجت صباح العيد والغيد جلاس، والله ما يجلس من الغيد غادة، هزتني الذكرى وحطمني الياس، يوم الجفا لا عاده الله لا عاده، راحت وجوي عقب ما راحت أنحاس، يشينها عقب السعادة نكادة، القلب حنية وفي البال هو جاس، حال السهر بيني وبين الوسادة، الدمع حبر الشوق والخد قرطاس، حزن العيون من القلوب امتداده، أنا انكسر قلبي مثل كسرة الكاس، وأنا الوحيد المغترب في بلاده، أضيق وأحزن وأضرب أخماس بس داس، ولا طرد المقفي ولا أطلب ودادة، مشكلتي أكتم ضيقتي كتم الأنفاس، راسي عنيد وكبريائي زيادة، لو ما معي منصب وموكب وحراس، معي ثقة حاكم وهيبة قيادة، والله ما ذل النفس ووطي الراس، رجاي بالله ما ترجى عباده، أحب قوة الهمة وقوة الباس، واملك سعة في الصبر واملك جلادة، فيني جلادة الذيب وانا على اساس، وفيني صبر هرش مهنا قياده، وفيني هموم لو تقسم على الناس معاه تلقى مدعينا سعاده. ابو سعيد وش تقول في الشطر اللي تقول ولا طرد المقفي ولا طلب وداده؟ وايش هو قاله؟ مشكلتي اكتم ضيقتي كتم الانفاس، راسي عنيد وكبريائي زياده. يا سلام عليك، الله يطول عمرك، الله يصح لسانك. كفو يا ابو سعيد. كيف سم يا اي فان اسلم. أبطلبه من القصائد اللي انت